هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد من البحار البحرينيين الذين تعرضوا للإهانة من قبل السلطات الأمنية في الدوحة خلال ممارستهم لمهنتهم، وانتقد المواطنون سلوك الدوحة القمعي المتجرد من الإنسانية ومبدأ حسن الجوار. دائما يجون حدود البحرين المياه الإقليمية البحرينية، وإذا كلمتهم قال لك أنت لا أنت في قطر، ولو ترجع إلى التواريخ وتبحث في التواريخ وتطلع الوثائق هاي كل بحر البحرين من خلقة أجدادنا أجداد أجدادنا، وهذا بحر البحرين. اليوم يجونك يقول لك هذا بحرنا، وفوق هذا يهينونك، ويجي عن قصده نيته مو انه يجودك يوديك قطر ويحاكمك، لا نيته انه يقتلك. وانا واحد بالالاف، لو تسال اي بحار، ما في بحار في البحرين ما نهان منهم، وما في بحار ما انقطع رزقه في بيت قطر. اي منطقه يروحونها يجون مساكين فقاره ويقول لها انت في قطر، ويقلصه وياخذه. عندي الاف الاشخاص، تبغون بدل واحد ألف أنا أجيب لكم هناك أي مكان تبغون. وإحنا اليوم تعبنا صراحة من كثر ما نهان في البحر، مو أنا أول واحد ولا أنا آخر واحد، رجال أعمارهم على 70 75 سنة تجي وتهينه وتحط السلاح في راسه. أنا عبد المجيد محمد حسن، مواطن بحريني من قرية الصلاحيج. إحنا البحر نحدد، فضغطتنا الشرطة القطرية قفل السواحل القطرية، هجمت علينا الطراد، أدتنا لقطر، سجنونا 23 يوم، وبعدين أطلقوا سراحنا والطراد ما سلمونا إياه. الطراد العلم لمدة سلامة تصلون عقب سنة ونص، أعطونا الطراد، سلبوا الماكينة مال واحدة من المكاين، كل سامان خذوه رجعوا بماكينة واحدة، استلموا من عندنا الجي بي اس والفيش بوندر وكس كله في الطرة. فاحنا بنعرف ليش هم هجموا علينا ديرتنا وخذونا، شنو مسويين احنا، وليش حاكمونا وغرمونا. الحين غرامتي انا ايش كثر، حست الطراد بالقراقير بالمكاين وعطالي سنة ونص. فاحنا يعني نشكرنا الحكومة ان هي اتاحت لنا الفرصة نتكلم، ونتمنى التوفيق من الله ومنهم ان يساعدونا ويقدمون لنا الخدمات الجليلة. السلام عليكم. انا نوخذ فاضل من منطقة هذه سترة بحار، من تقريبا من يوم كان عمري 17 سنة في هذه المناطق، وتعرضنا لكذا موقف من قبل الدوريات القطرية، خصية آخر الأيام من عقب ما صار تقسيم الحدود تم اعتقالي مرتين من قبل دوريات القطرية. أول اعتقال كان شيء مو طبيعي، يعني أخذوا صاحبي في الطراد وربطوا الطراد الثاني اللي أنا فيه وسحبونا تقريبا 12 ميل، وكان صاحبي مسدوح في الطراد وضاربينها في كري، يعاملوننا كأننا معاملة ناس مجرمين، وإحنا كنا مسالمين وكنا نترزق الله في هذه المناطق. وخذوا علينا تعهد وخذوا المعدات وخذوا الجي بي اس ورخصونا، واعتقلوني مرة ثانية تقريبا في شمال قطعة جرادة، وكنت أنا على الحدود البحرينية، ما كنت يعني داش حدود القطرية، وجو بطريقة يعني استفزاز وعنف ودعم اللي هي الماكينة، وعور لنا الماكينة، ولما كلمته نزل في الطراد أخذ البطائق وأخذ المفاتيح مال الطراد، وقال لي انك انت داش حدود القطريه. قلت انا موجود عند الجي بي اس، اكل جي بي اس قدامي، انا ما دشيت داخل حدود القطريه. قلت اذا هذه مو حدودي، حدودي وين انا؟ قال حدودك هناك عند ميناء خليفه، حدودك مو هني.